سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لا تزال سرقة بنك الجمهورية في مدينة باجي وبارا الكولومبية هي الأكبر في التاريخ، وهذا ما دفع شركة نتفليكس للقيام بإطلاق سلسلة تجسد عملية السرقة. في حوالي الساعة 6:15 صباحاً يوم 16 من شهر أكتوبر من سنة 1994، دخل مجموعة من الرجال بنك الجمهورية في فالي دوبار لارتكاب أكبر عملية سطو نقدي في تاريخ البلاد حتى الآن. كان يوم أحد، وكان سكان المدينة يستمتعون في المسرح الملكي في القطاع المركزي لعاصمة سيزار بمشاهدة فيلم البحث عن الذهب المفقود، بينما في الجانب الآخر من الشارع تمت سرقة ما يعادل 30 مليون دولار، وهي عبارة عن شحنات نهاية الأسبوع من الكيانات المصرفية المركزية. لكن السطو لم يحصل بين ليلة وضحاها. صرح المحققون وشهود عيان أن العمل على خطة تنفيذ السطو استمر عدة أشهر. يؤكد هيرنان غوتيريز مؤلف كتاب الذكاء والفقر أن اللصوص استقروا في مدينة بوسكونيا شمال غرب باجي وبار. هناك عمل كل يوم على تقييم العيار الذي يجب أن يستخدموه لثقب الخزنة وتهيئة الكاميرات ومشاركة حراس الأمن وضباط الشرطة وتقييم التحديات المحتملة أثناء الاعتداء. أضاف غوتيريز أن عملية السطو هذه تم تنظيمها وبرمجتها بشكل دقيق، لقد كان شيئا مخططا جيدا وتطلب العديد من المحاولات التي ساعدتهم في تخطي العديد من المشاكل. تعتبر بوسكونيا حاضنة لمجموعة من السكان القادمين من المدن المجاورة، وهي بمثابة مركز تجاري يوجد بين مدينتي بارانكيا وكارتاخينا. بعد تجهيز الآلات لتنفيذ السرقة، خطط اللصوص للإقامة في فندق سيكاراري في مدينة فاجي دوبار، لكن الرئيس إرنستو سامبر المنتخب حديثاً قرر الإقامة في نفس الفندق خلال ذلك الأسبوع وبالضبط في 7 من شهر أكتوبر سنة 1994 ليتم تأجيل العملية للأسبوع الموالي. وأخيراً وصل موعد السطو. تمكنت العصابة من الولوج داخل مقر البنك في 16 من شهر أكتوبر سنة 1994 على الساعة 6:15 صباحاً. لكن قبل دخولهم بمساعدة ضباط الشرطة الذين كانوا يحرسون البنك واجهوا بعض الصعوبات، حيث تم إيقاف العربات التي كانوا على متنها من فئة دوتش 300 لعدة دقائق، فوجدوا أنفسهم في ضغط كبير لأنهم لن يستطيعوا الالتزام بالوقت المحدد للسطو وهو ما بين 8 إلى 9 ساعات. أكد هيرنان غوتيريز مستشار الشؤون العرقية في محكمة سيزار أنه التقى ببعض اللصوص في السجن، وقالوا له إنه في الوقت الذي تعطلت بهم السيارة كان عليهم طلب المساعدة من الأشخاص الذين كانوا في الشارع، لكن بعد عدة محاولات تمكنوا من الدخول إلى البنك والشروع في تنفيذ العملية. كما هو معروف فجميع البنوك تحتوي على نظام إنذار، لذلك كان من بين اللصوص خبير إلكترونيات تمكن من التحكم في إبطال جهاز الإنذار. يتكون مبنى البنك من 4 طوابق، أما الخزنة الرئيسية فكانت توجد في الطبق السفلي ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المصعد الذي يحتاج كلمة مرور سرية لتفعيله. لم يكسر اللصوص أي من أبواب المدخل، ووفقا للمشرفين على المراقبة لم يلاحظوا أي شيء غير طبيعي على شاشات المراقبة الموجودة في الطبق الثاني. تم فقط فتح الخزنة الرئيسية المتواجدة في الطبق السفلي بمعدات اللحام وستة كبسولات أكسجين، وهي عناصر دخلت في نفس الشاحنة الحمراء. في البداية كان هدف اللصوص سرقة حوالي 3000 مليون دولار، ولكن بمجرد فتح الخزنة وجدوا مبلغاً خيالياً موزعاً في سندات بقيمة 2000 و5000 و10000 بيسو. لقد كان شيئاً أكثر مما توقعوه. هذا الرقم يعادل حالياً 161 ألف مليون بيسو، أي 2000 مليون دولار. في تلك اللحظة كان عليهم حسم القرار، لأن تحميل المال سيستغرق وقتاً أطول من الوقت المحدد، كما أن وزنه سيؤثر على خطة الهروب ولن يكون الأكسجين كافياً. قال غوتيريز بأن الاختبارات التي أجروها في الخارج للسطو على البنك كانت لا تقارن بالصعوبات التي اصطدموا بها في الحقيقة، ولهذا السبب استغرق الأمر المزيد من الوقت. كان على أفراد العصابة استخدام المزيد من قنينات الأكسجين، ولحسن الحظ كان بحوزتهم ما يكفي لتحقيق الهدف. تشير سجلات التحقيق إلى أن المهاجمين كادوا يختنقون داخل القبو لأنهم أحضروا مثاقب كهربائية عملاقة من بنما، لكن رغم ذلك لم يستطيعوا فتح الخزنة مما دفعهم لاستخدام آلة تلحيم عملاقة وقوية، ولكن باستخدام هذه الطريقة اختنقوا وكان عليهم إحداث ثقوب في الجدران لمساعدتهم في الحصول على المزيد من الهواء.
في المجموع استغرق الحفر حوالي 18 ساعة من العمل داخل الخزنة رقم 2 لبنك الجمهورية. بعد منتصف ليل 17 من شهر أكتوبر غادر المهاجمون مكان الحادث على متن الشاحنة الحمراء عبر الباب الأمامي محملة بالمبلغ المذكور أعلاه ملفوفا في عبوات محكمة الغلق بالبلاستيك. بعد فحص القبو من قبل أعضاء مكتب المدعي العام تم العثور على 23 زجاجة أكسجين من الحجم الكبير وزجاجة الأسيتيلين وأكثر من 35 مترا من كابلات ثلاثية الطور وضاغطي الهواء ومستخرج الهواء ومطرقة وزوج من القفازات الجراحية ومثقاب عملاق ومفكات وملاقطة ومفاتيح ربط وكماشة ومواد بلاستيكية سوداء. وفقا لغوتيريز عندما لاحظ أن أحدا لم يغادر البنك ليلة 16 من شهر أكتوبر يأس أحد ضباط الشرطة الذي عمل كشريك في عملية السطو فركض لإخبار والدته بما فعل وكان أول من تحدث عن السرقة للشرطة. ووفقا للتحقيقات التقى المهاجمون بعد العملية في مصنع كولكوفليكس للأسرة في مدينة فاجبدوبار وهو ملك لهكتور أوسيل إتشيفيري لوبيز وهناك تم توزيع الأموال. كان هناك الكثير من المال لدرجة أنه تم تعبئتها داخل الأسرة. حسب أقوال غوتيريز كانت العصابة ستتجه إلى مدينة بوكارامانغا لكنهم اختاروا السير عبر طريق بارانكويلا حيث استقروا في مزرعة في منطقة سينانغا ماغدالينا. بعد علمهم بمطاردة السلطات في 18 من شهر أكتوبر قرر اللصوص العودة إلى مدينة باجي دوبار مروراً ببوسكونيا للذهاب إلى نقطة البداية بوكارامانغا. لكن في طريق العودة مروراً ببوسكونيا حدث شيء لم يكن في المخطط. لقد واجهوا حراس المرور وكان عليهم رشوتهم بالمال للاستمرار. يشير غوتيريز إلى أنه عندما مروا عبر نقطة التفتيش تلك كان عليهم التفاوض مع الحراس ووفقاً لما صرحوا به فقد قالوا للحراس إما ستضطرون لأخذ المال أو سنقتل بعضنا البعض هنا. لذلك وافق الحراس بأخذ المال وسمحوا للصوص بالمرور. تم القبض على حراس المرور لأنهم بعد استلام الأموال تركوا وظائفهم وغادروا. بعد القبض عليهم اعترفوا بكل شيء وصدرت في حقهم أحكام مبكرة. قال شهود عيان إنهم شاهدوا الكثير من الأوراق النقدية على طريق كوروماني. كانت كمية الأموال كبيرة جدا لدرجة أن بعض الأشخاص وجدوا رزما من المال بقيمة مليون دولار مرمية على الأرض في ساحل البحر الكاريبي. شخص آخر يتذكر الأحداث هو المحامي إيفان أوتيرو الذي دافع عن اثنين من رجال الشرطة الأربعة المتورطين في الحدث وقال ما كان معروفا خلال جلسات الاستماع هو وجود رجل يلقب بالأسود التقى به رودريغيز في مدينة لابيكوتا ومن هناك تم تزوير كل شيء. قال إن أشخاص نافذين من مدينة كالي مولوا كل المعدات التكنولوجية لتنفيذ السرقة. يتذكر المحامي من زياراته للسجن أن العديد ممن شاركوا في هذا السطو تباهوا خلف القضبان بأنهم سرقوا كل هذه الأموال دون إطلاق رصاصة واحدة. قال المحامي أوتيرو إنه خلال جلسة استماع وبعد اعتقال بعض الأعضاء وإدانة كل منهم استدعى القاضي أحد العقول المدبرة لهذه العملية للإدلاء بشهادته ضد المتورطين الآخرين لتخفيف عقوبته إلا أن جوابه أذهل القاضي. قال أنت ستظل قاضياً وأنا سأظل لصاً. بسبب هذا السطو تم اعتقال 21 شخصاً نسبت إليهم تهمة المشاركة في الجريمة. في المقابل حكم على 40 آخرين بجرائم عديدة من بينها توزيع الأموال ولم تتجاوز الأحكام 20 عاماً سجناً نافذة. وفقاً لما صرح به غوتيريز فلقد تأثرت التجارة في كولومبيا بشكل خطير بسبب هذا السطو بحيث تم حظر تداول الأوراق المالية المسروقة ومنع استبدالها إلا في بنك الجمهورية. في نهاية 1997 تم تبديل حوالي 18 ألف مليون بيسو أي ما يعادل 242 مليون دولار من طرف الكولومبيين. للتذكير فقط فالأوراق المالية من فئة 2000 بيسو كانت تضم في مقدمتها صورة سيمون بوليفار أما الأوراق النقدية من فئة 5000 بيسو فكان لونها أرجوانياً وخلفها صورة لرافائيل نونيز وميغيل أنطونيو كارو. أما الأوراق النقدية من فئة 10000 بيسو فكانت منحوتة بصورة امرأة من السكان الأصليين في إمبيرا وعلى ظهرها مجموعة من الطيور. من بين 24072 مليون بيسو 18560 منها لم يتم تداولها بعد و3700 مليون بيسو كانت متداولة حديثاً بينما 1812 مليونا كانت متداولة من فترة طويلة. وأخيرا انتهى كل شيء بتغيير الأوراق النقدية كما هي معروفة حاليا
ووفقا للكاتب غوتيريز، فقد تم استثمار الكثير من هذه الأموال في مدينتي غانوز وبوغوتا، ولكن لم يتم استردادها كلها. لذلك كان على الدولة أن تنسى تلك الأوراق المالية التي تم تداولها لمدة عامين تقريبا. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.